اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده. ان شاء الله برضو حلقه النهارده هتبقى ردت فعل عن ادم والناس. ناس كتير قوي منكم كتبوا لي في الكومنتات تحت اعمل حلقه عن ادم والناس. لعيب حريف كده ولسه سنه صغير وتقريبا عنده حوالي 23 سنه، وكمان كان بيلعب مع منتخب الجزائر في البطوله الافريقيه اللي كسبوها عندها هنا في مصر، واسلوب لعبه جميل كده وحاجه محترمه يعني. بس بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لي لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لك كل فيديو جديد، ويلا بينا يا معلم. يلا يا عم ادم والناس يا عيني. تعالى اي تعالى يا ولد. ايه ده بقى؟ لا 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 اوف تعالى حبيبي تعالى انت كمان. ايه ده؟ هو على فكره يعني انتوا لو واخدين بالكم نفس اسلوب لعب ديبالا بالظبط، ونفس جريته كمان. اوف ده ياخد طرد الواد ده. تعالى حبيبي انت اهو، تعالى انت كمان. اوف بيلين دي فروب بيلين. ها تعالى نام دي بيلين دي ازاوب ايديه يا عم. لا مش هيحسبها. تعالى حبيبي تعالى ادم والناس يا جدعان. موهبة جزائرية صاعدة. ايه ده؟ لا 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 هو اللي جاب الجون ده؟ مستحيل. تعالى حبيبي انت اوف لا الواد نفس جري ديبالا واسلوب لعبه بالظبط. تعالى اوف واشول كده واعتقد يعني مستقبله هيبقى كبير مع منتخب الجزائر، هيعتمدوا عليه بعد كده بعد رياض محرز يعني اعتقد، او هو يبقى بديل ليه. وريني يا عم ادم. تعيني الواد اتزحلق. صعب عليا الواد ده يا ولد. بوم 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 اوف ايه ده؟ يخرب بيتك. الله اكبر عليك يا ابني، اقسم بالله. ايه ده يا ولد؟ على الاسيست. بصوا الاسيست يا جدعان، بصوا الاسيست يا عيني يعني. اعرف ان هو كان بيلعب في نابولي بس حاليا ما اعرفش الواد ده راح فين يعني، بس الواد ده امكانياته الله اكبر عليه يعني. تعالى يا حبيبي يخرب بيتك. ده مين ده؟ مين المهاجم ده؟ يا الحق جون التعبان يخرب بيتك. ايه ده؟ اوف اللعب بتدخل عليه جامد قوي مش فاهم ليه. تعالى حبيبي. هو بص نفس اسلوب لعب ديبالا بالظبط، حاجه كده زي ديبالا يعني. تعالى حبيبي يا جدعان، حتى جريته بصوا جريته كده. يا عيني يا ولد. حجمه صغير كده فمساعداه يعني، حجمه الصغير ده مساعده اللي هو يجري بكرة كويس قوي بصراحه. يا ولد هنا في البطوله يا جدعان، في البطوله عندنا كسبوها عندنا هنا. لا بس بص الواد خرج منين. يا عيني على الاسيست اوف على كوبري اوف. يا ولد يا جدعان بصوا، شايفين المواهب؟ لا الجزائر فعلا ولدت نجوم. يلا يا عم ادم
بص والله نفس جري ديبالا واسلوب لعبه بالظبط. الواد ده هيتخطف في الدوري الانجليزي او دوري اسباني انا عارف، بس اعتقد هيروح اسبانيا. يعني اسبانيا بيعتمد على المهارات كتير، وهو امكانياته حلوه بصراحه، بيعدي بطريقه كويسه جدا. اوف 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 على كوبري. شكله كان مبهدل الفرق. اه انت يا ابني الكوره بتطيش منك. تعالى يا حبيبي انت اهو. يا ولد على الاسيست، يا ولد يا ولد يا ولد. الواد المهاجم ده حلو على فكره. بص موجه الكوره بدماغه ازاي. لا لا وسريع، الله اكبر عليه بجد. يا عيني يا عيني يا عيني. بص نفس جري ديبالا تيبيكال يا ولد. مشكلة ان الالعاب تضرب فيه جامد، مش فاهم ليه. لا لعيب محترم. يلا يا عم ادم هتورنوا ايه جديد، فهمونا. ده كله لسه سنه 23 سنه يا جدعان، متخيلين لاعب بالموهبه ديت وسنه لسه 23 سنه؟ لا ما يعني احنا عندنا العرب هنا اه بالنسبه للعرب اه لسه صغير، ما نقارنوش طبعا بالناس اللي بره. يا عيني يا عيني يا ولد. لا الوضع هيتخطف، يعني هيتخطف هيروح حته كبيره ان شاء الله. يا ولد على الاسيست. بص بص نفس جري ديبالا واسلوب لعبه. يا ولد اوف 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 اوف. ما تدوش كوبري بقى. يا ولد. يا عيني. هو اللي رجع خد الكوره ده؟ اوف اتخبط خبطه وحشه. يا ولد اوف. طويل عليه سيكا، سيكا صغيرة بس. فين هو؟ هو اهو. يا ابن اللعيبة. يخرب بيتك، ايه ده؟ ايه ده؟ مع الجزائر. سليماني اسلام اسلام سليماني يا ولد. هذا اسلام سليماني ده جامد قوي برضه يا جدعان، بحبه مش فاهم ليه. يا ولد على الاسيست. ايه ده ايه ده؟ مش اوفسايد. سولونج باص برضه بتاعه يا جدعان. يا ولد على الاسيست. حتى الواد رؤيته للملعب جميله، بسم الله ما شاء الله بجد. مين الغبي ده؟ مشكلته ان هو بيتضرب كتير قوي. اوف اوف اوف. يا لهوي على حظك النحس، يا لهوي على النحس. يا ولد جون دي ولا ايه؟ اوف اوف. يا عيني يا لهو على الرزق. هو اللي جابها جون صح؟ هو هو ادم. يا عيني. مشكلة ان هو بيتضرب كتير قوي يا جدعان، هي دي بس اكبر مشكلة عنده. عارف ده لو مثلا بقى زي الواد يوسف البليلي كده مثلا، او سعيد ابن رحمة، النوع اللي هو جسمه يملى جسمه شويه جيم والكلام ده، لا لا هيبقى حكايه. بس حاجه زي ديت انا عارف هتاثر على مرونه جسمه والكلام ده، فاهمين؟ جسمه مش هيبقى خفيف قوي كده، فاهم؟ وسريع الله اكبر عليه بجد. اوف اوف اوف. اوف اوف اوف. يا عيني يا عيني.
تعالى تعالى تعالى، ده راح فين ده؟ راح فين ده؟ تعالى يا عيني، ده قدام الفرقة اسمها ايه؟ ليون. يا ولد يا ولد يا ولد، لا لا الواد بسم الله ما شاء الله بجد. طب ايه، طب يا جدعان محدش هيخطفه؟ فهمونا. طيب متشكرين يا عم ادم. بس يا معلم، وكده تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل فيديو جديد. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.